السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. دين اليوم الأربعاء 3 يونيو 2020. بداية الدرس ستكون في تتمة التصحيح. إذن سنبدأ بمكون الكتاب اللي هو حرف الخاء. إذن هذا هو حرف الخاء. تابعوا معي صغاري. سأقرأ: خاء بالفتحة، خي بالكسرة، خو ضمة، خ بالسكون. خاء فتحة والألف، خي كسرة والياء، خو ضمة والواو، خن الألف فتحتين، خن كسرتين، خن ضمتين. إذن أولاد الله رد عليكم، غاد عملوا دفتر وتكتبوا حرف الخاء كتابة جيدة. إذن الكلمات لدينا خبزن. خبزن الخاء هنا في أول الكلمة، عند الضمة سنقرأ خو. إذن الكلمة هي خبزن. الكلمة الثانية حرف الخاء في وسط الكلمة باللون أحمر، كلمة هي مخبزتن. مخبزتن. إذن صغاري هنا الخاء في وسط الكلمة، الخاء في آخر الكلمة. هنا لدينا حرف الخاء في أول كلمة وفي آخر الكلمة، في آخر الكلمة باللون أزرق. إذن سأقرأ الكلمة الأخيرة خوخن. خوخن. يلا أولادي الله يرضى عليكم، قد كتبوا حرف الخاء والكلمات في دفاتر كتابة جيد. والآن سنمر إلى مكون القراءة للتصحيح التمارين. إذن السؤال: أصل كل كلمة بالمجال المناسب. لدينا هنا كلمة صورة شجرة، والكلمة هي مكتوبة شجرة، والكلمة الثانية خوخ. إذن شجرة، نحسب كم لدينا من بطاقة: 1 2 3 4. إذن هنا سنبحث عن البطاقات، 4 بطاقات، ثم نصل الكلمة إلى المجال المناسب. هنا كم لدينا؟ 2. إذن لا، ثانيا 3 مربعات أو بطاقات، وفي الأخير لدينا 4 بطاقات. إذن سنصل كلمة شجرة إلى البطاقات الأربعة، لأن الكلمة تتضمن 4 حروف. الكلمة الأخيرة خوخ. خوخ. نحسب كم لدينا من حروف: 1 2 3. لدينا 3 حروف في كلمة خوخ. إذن سنصلها إلى المجال المناسب وهو 3 بطاقات. السؤال الخامس: ألون البطاقة المناسبة لكل صورة. ألون البطاقة المناسبة لكل صورة. إذن الصورة الأولى صورة خضر. خضر. سنبحث هنا عن كلمة خضر. الكلمة الأولى خوخ، خبز، خيمة، خضر. إذن هذه هي الكلمة المناسبة للصورة، سنلونها. الصورة تمثل خبز. خبز. إذن سنبحث عن كلمة خبز هنا. الكلمة الأولى خوخ، خبز، خبز. إذن هذه هي الكلمة المناسبة للصورة، سنلونها، سنلون بطاقة خبز. السؤال الأخير: ألون بطاقة كل اسم يتضمن خا، خا أو خا. إذن هنا لدينا مجموعة من الأسماء، سنلون الاسم الذي يتضمن حرف خا. الاسم الأول آدم. لا نسمع ولا نرى حرف الخاء. نجلاء كذلك لا، هذا حرف الجيم.
خديجة. نعم نرى حرف الخاء ونسمع كذلك حرف الخاء. إذن سنلون هذه البطاقة لأن الاسم يتضمن حرف الخاء. سنمر زليخة. زليخة نعم نسمع ونرى كذلك حرف الخاء. إذن سنلون هذه البطاقة. خالد. خالد نعم سنلون حرف الخاء. البطاقة بها حرف الخاء نسمعه ونرى حرف الخاء. البطاقة الأخيرة محمد. محمد لا بها حرف الحاء. إذن لا. والآن سننتقل إلى مكون الرياضيات. سننتقل إلى مكون الرياضيات لنتابع السؤال. أحسب وأكتب. إذن سنحسب ونكتب العدد المناسب. يلا أولادي تابعوا. سنحسب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشرة اثنى عشرة ثلاثة عشرة أربعة عشرة خمسة عشرة ستة عشرة سبعة عشرة. إذن لدينا سبعة عشرة مركب. سنكتب العدد هنا سبعة عشرة. سبعة عشرة إذن هذا هو العدد سبعة عشرة. سنحسب الكرز. تابع معي. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشرة اثنى عشرة ثلاثة عشرة أربعة عشرة خمسة عشرة ستة عشرة سبعة عشرة ثمانية عشرة. إذن هنا لدينا ثمانية عشرة حبة. سنكتب العدد ثمانية عشرة. وهنا سنحسب كم لدينا من كرة. واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشرة اثنى عشرة ثلاثة عشرة أربعة عشرة خمسة عشرة ستة عشرة سبعة عشرة ثمانية عشرة تسعة عشرة. هنا سنكتب سنتابع العدد هكذا لأن العدد مكتوب. إذن هذا هو العدد تسعة عشرة. هذا العدد تسعة عشرة. وهنا سنحسب كم لدينا من سلحفاة. تابعوا معي. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشرة اثنى عشرة ثلاثة عشرة أربعة عشرة خمسة عشرة ستة عشرة سبعة عشرة ثمانية عشرة تسعة عشرة عشرون. إذن سنتابع العدد عشرون. هذا العدد عشرون. الله. سنمر إلى السؤال الأخير في هذه الصفحة. أحسب وأحيط بخط العدد المناسب. إذا هنا لدينا مجموعتين. المجموعة الأولى بها سمكة والمجموعة الثانية بها بطاطا. سنبدأ بمجموعة السمكة فلنحسب. واحد اثنان
ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشرة، اثنا عشرة، ثلاثة عشرة، أربعة عشرة، خمسة عشرة، ستة عشرة، سبعة عشرة، ثمانية عشرة، تسعة عشر. إذن هنا لدينا ثلاث أعداد. العدد الأول ثمانية عشرة، تسعة عشرة، عشرون. إذن سنحيط العدد، هو تسعة عشرة، هذا هو العدد الصحيح. والآن نمر ونحسب كم لدينا من بطة في المجموعة الثانية. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة عشرة، إحدى عشرة، اثنى عشرة، ثلاثة عشرة، أربعة عشرة، خمسة عشرة، ستة عشرة، سبعة عشرة، ثمانية عشرة. إذن هنا لدينا ثلاث أعداد، العدد ثمانية عشرة، تسعة عشرة، عشرون. سنحيط العدد ثمانية عشرة.